السلام عليكم، معكم العضو ديال الجمعيه ديال التنوط. اولا قبل كل شيء كنشكروا الحضور الكريم وكنقول لهم مرحبا بكم، وكنقدموا الشكر جزيلا للحاجه اسماء هي والناس اللي كيرافقوها، لان هي اللي سلطت الضوء على المعاناه ديال هاد السكان. كنشكرها بزاف لان كانت عندنا 130 دار او لا نقولوا 130 كانون، ولكن من 4 سنوات ديال النقص الماء. كنتواجدو في المنطقة ديال التناوت اللي في قبيلة أي تشعيب. دوار التناوت، هذه المنطقة اللي طلبنا عليها السي عمر، وصفت لي واحد الفيديو ديال واحد المرأة كتشكي راه فقيرة غير العيال الفقراء كاينين اللي كيسقيو الماء من الواد، من واحد البلاصة من الواد. بالأسف عندهم تيواتي زين، عندهم لا بلومبغي في الدار كاينة كاملة، ولكن قطعوا لهم الماء علاش حيت المكانة ديال الطول اللي كانت كتطلع لهم الماء ما عندهمش باش يخلصوها. كتجي 60,000 ريال حتى 50,000 ريال في الشهر، يعني هما 75 كانوا ما قدروش على 1000 ريال الدار تخلصها. وجات اللوينر حيدات لهم المكتب ديال الكهرباء، دات لهم